أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. هذا الجزء بدأ بقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد سبقه قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ثم جاءت هذه الآية بعد أن أخبر عز وجل أن الكفار مهما فدوا به وقدموه من أجل أن يتقوا عذاب النار فإنه لن يتقبل منهم حتى لو قدموا ملء الأرض ذهبا. ثم تجيء الآيات بعد هذه ليقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كما أن المشركين لا يتقبل منهم أي شيء، ففي مقابلهم فإن أهل الإيمان يتقبل الله منهم ويبين لهم عز وجل ما الذي ينفقونه وما الذي يبذلونه من أموالهم حتى يبلغوا منازل أهل البر وحتى يبلغوا درجتهم وثوابهم. قوله عز وجل لن تنالوا البر، ذكر أهل العلم في معنى قوله لن تنالوا البر قولان: أولهما أن المراد بالبر هنا، ونحن نعلم أن البر اسم يطلق على كل خير ورد به الشرع أو دل عليه العقل، ولكن ورد عن المفسرين في معنى هذه الآية قولان: أولهما أن المراد بقوله لن تنالوا البر يعني لن تبلغوا ثواب البر، وقول آخر أن المراد بقوله لن تنالوا البر يعني لن تبلغوا منازل ودرجة أهل البر. وإذا تأملنا في هذين القولين وجدناهما لا يتعارضان بل هما بمعنى واحد، فيمكن أن تفسر الآية بأن يقال لن تنالوا المنازل أو لن تبلغوا منازل أهل البر ولا ثوابهم حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهنا أخبر عز وجل أن المؤمنين لن يبلغوا درجة أهل البر حتى ينفقوا مما يحبون، ودرجة أهل البر هنا هو درجة عالية ومنزلة رفيعة، ولذلك شرط الله لها أن ينفق المرء أحب ماله وأكرمه، لأن إنفاق الإنسان لأكرم ماله وأحبه هو دليل على صدقه وعلى ثقته بموعود الله عز وجل، ودليل أيضا على أنه جعل الآخرة نصب عينيه. ثم قال عز وجل: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يقول عز وجل: كل الطعام كان حلالاً لأبناء يعقوب عليه السلام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وذلك أن اليهود زعموا أن
ما حرم يعقوب على نفسه قد نزل في التوراة، فأكذبهم الله عز وجل في قولهم وزعمهم هذا، وأخبر أن ما حرم إسرائيل على نفسه إنما حرمه لسبب خاص به دون أن ينزل عليه من الله عز وجل. وأشهر ما ورد عن السلف في السبب الذي من أجله حرم يعقوب عليه السلام بعض الأطعمة عليه أنه نذراً لله عز وجل إن شفاه من مرضه أن يحرم بعض الأطعمة الطيبة عليه، فجرى أبناؤه من بعده على هذا التحريم الذي حرمه على نفسه. وهذا التحريم ليس تشريعاً من الله عز وجل، بل يفعله الإنسان تقرباً إلى الله عز وجل وشكراً له، فهذا من باب النذر الذي لا يجب أصلاً، وإنما يجب الوفاء به. ولذلك أكذبهم الله حينما زعموا أن هذا التحريم الذي حرمه يعقوب على نفسه أنه نزل في التوراة، بل ورد عليهم هذا الزعم باستدلال عقلي تاريخي، فقال عز وجل: قل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة، لأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، ويعقوب عليه السلام كان قبل مجيء موسى عليه السلام، فهذا رد عقلي تاريخي عليهم. ونحن نستفيد هذا حتى يستفيد منه العالم والمحاور لغيره في مجالس المناظرة والمحاورة في معرفة التاريخ والاستدلال به، وأن تحصيله والنظر فيه يعين الإنسان على مخاصمة ومجادلة خصمه وبيان الحق له. ولذلك قال عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فيما تزعمون. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قوله فمن افترى، الافتراء أصله من الفري وهو القطع، ويراد به هنا أشد الكذب، ولذلك قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب. وجاءت الآية بأسلوب المبالغة في التعبير عن الكذب بعد بيان الحق، لأن هذا الحق قد بان لهم بيانا واضحا، بان لهم من كتابهم، فاستدل عليهم مما يؤمنون به ويصدقون به، فإذا كابروا بعد ذلك فقد افتروا أشد الكذب. ولذلك قال: فمن افترى على الله الكذب، يعني كذب الكذب على الله، فهو أشد ما يكون الكذب. من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني المجاوزون للحد، الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الحق بعدما تبين لهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي، صدق الله فيما أخبر به، وصدق عز وجل فيما حكى وقضى، فإنه عز وجل أصدق حديثا. وإذا بان الحق في هذه المسألة فقد أمر الله عز وجل أولئك أهل الكتاب وغيرهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقد ناسب ذكر هذا الأمر باتباع ملة إبراهيم بعد أن جرى مسألة ذكر التحريم الذي حرمه بني إسرائيل على أنفسهم، ليردهم إلى الملة الحنيفية، التي لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. قال: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وأصل الحنيف في اللغة المائل، أصل الحنيف المائل، والمقصود به هنا المائل عن كل الأديان الباطلة إلى عبادة الله وحده. ولذلك سميت أو أطلق على ملة إبراهيم عليه السلام بأنها الملة الحنيفية، يعني الملة المائلة عن كل الأديان وكل الأوثان وكل المعبودات سوى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: وما كان من المشركين، تأكيداً لمفهوم
الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. ولما جرى ذكر إبراهيم عليه السلام جرى الإشارة إلى البيت الذي بناه عليه السلام، فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قوله عز وجل إن أول بيت وضع، ظاهر الآية الكريمة يشير إلى أن إلى الأولية المطلقة، أن الكعبة هي أول بيت وضع، يعني بني وأسس في الأرض لعبادة الله وحده، وهذا قول قد التزمه بعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأولية أولية مقيدة وليست أولية مطلقة، والسبب أن قبل إبراهيم عليه السلام كان أنبياء كثر وكانت أمم وتاريخ طويل، فهؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل، فلا بد أنه كانت لهم بيوت يعبدون الله فيها. ولأجل هذا الإشكال وقع الخلاف بين أهل العلم من المفسرين، فمنهم من قال إن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وأجاب عن هذا الإشكال، إشكال وجود بيوت سابقة يعبد الله فيها، أجاب عنه بأن قال إن البناء الحقيقي كان في عهد آدم، وذكروا في ذلك روايات لا تخلو من مقال، أن أول بيت، أن آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. إذن ما الذي فعله إبراهيم عليه السلام؟ جدد بناء الكعبة، ولذلك قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: لا يرفع إلا شيئا قد كان قبل ذلك. فهذه طريقة لبعض أهل العلم في الاستدلال على أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس بإطلاق. وأما الذين قالوا إن الأولية هنا أولية نسبية فقد اختلفت طرائقهم، فمنهم من قال إن الأولية هنا باعتبار الفضل، يعني هو أول بيت، يعني أفضل بيت وضع للناس، وهذا لا شك فيه. وبعضهم قال إن هذه الأولية أولية باعتبار ما ورد في بعض الآثار من اختلاف أهل الكتاب من اليهود مع المسلمين في أيهما أسبق، البيت الحرام أم بيت المقدس بناء، فقد زعمت اليهود أن بيت المقدس أسبق بناء، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وإكذابا لهم في زعمهم. وبكل حال فالآية ظاهرها يدل على أولية هذا البيت، أوليته. فإن صحت الروايات التي فيها أن آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة، فإن الآية على ظاهرها في أولية زمانية مطلقة، وإن لم تصح فإن الأولية هنا تحمل على أولية الفضل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا المقصود بها مكة، ولكن قد يرد هنا سؤالا يقال: لماذا سماها الله عز وجل بكة ولم يسمها مكة؟ وهذا اختلف فيه في توجيهه أهل العلم، فمنهم من قال إن بكة ومكة بمعنى واحد، ولكن هذا من القلب في بعض الحروف، كما تقول لازب ولازم، فاللازب هو اللازم، لكن هذا من قلب الحروف، ومثل جذبه وجبذه هذا من قلب الحروف، فمكة هي لغة لها أخرى بمعنى بكة. ومنهم من قال إن بكة مقصود بها ذات البناء، إن بكة المقصود بها ذات البناء هذا القائم، وأما مكة فهو ما بقي من الحرم من البناء.
ومنهم من قال إن بكة هذه إشارة إلى الازدحام، من أصلها من البك وهو شدة الازدحام، وذلك معنى ملحوظ في البيت الحرام، فإن الناس يزدحمون فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني وضعه الله مبارك كثير البركات والخير، وهدى للعالمين، يعني للعالمين جميعا. ثم قال عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله فيه آيات بينات، أصل الآيات هي العلامات الواضحات، حينما تقول هذه آية يعني علامة واضحة. ونلحظ هنا في الآية الكريمة أن الله قال فيه آيات بينات، يعني آيات واضحات، وهذا من شدة المبالغة في ذكر والإشارة إلى عظم آيات التي في هذا البيت الحرام، بأنها آيات بينات واضحات. وهذه الآيات البينات الظاهرات لكل أحد كثيرة جدا، وذكر الله عز وجل في هذه الآيات بعضا من تلك الآيات، فقال مقام إبراهيم، يعني من هذه الآيات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الموضع الذي قام عليه لما بنى البيت ووضع الحجر، وهو موجود الآن، وقد أثر فيه بقدمه حتى بقيت آثار قدمه فيه. وأهل العلم اختلفوا في معنى مقام إبراهيم هنا، هل هو هذا المقام المعروف المشهور الموجود الآن، أم المقصود به مقامات إبراهيم في الحرم وفي مناسك، مقامه في الحرم طوافه، ومقامه بمعنى سعيه بين الصفا والمروة، ومقامه تنقله بين المشاعر ونحو ذلك. منهم من قال هذا القول، ومنهم من قال القول الآخر. وعلى كل حال، فالذي يظهر أن المقصود بالمقام هنا هذا المقام المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى عنده. وقلنا إن المراد به مقام إبراهيم خصوصا لأن هذه المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والتنقل بين المشاعر هي واردة في ثنايا الآيات الكريمة. إذن أول هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ثم قال عز وجل: ومن دخله كان آمنا. وهذه من أعظم آيات ذلك البيت، فإن من دخل هذا البيت أمن على نفسه وعلى ماله، فلا يناله أذى. والله عز وجل يخبر بهذه الآيات وينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب أدرى الناس بعظم هذه الآية وبظهورها وبيانها، فإن جزيرة العرب كانت يتخطف الناس كما يقول عز وجل، ويتخطف الناس من حولهم، كان الناس فيها لا يتنقلون إلا على خوف على أنفسهم وأموالهم أن ينالهم أحد بأذى. ولكن هذه المنطقة، منطقة الحرم، منطقة آمنة يأمن الناس فيها، حتى إن الأعداء المتحاربين إذا التقوا فيها لا يهيج أحدهم أحدا ولا يناله بأذى، كما جاء في بعض الآثار عن السلف: إن الرجل لا يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه. بل حتى إن هذا الأمان سرى على البهائم نفسها، ولذلك كان التقليد والإشعار، تقليد البهائم وإشعارها، يعني وضع العلامة عليها، مما يدل على أنها مهداة ومسقاة إلى البيت ومساقة إلى البيت، ولأجل ذلك لا يتناولها أحد بأذى. بل إن هذه الحرمة والتعظيم للبيت سرى حتى لأدنى شيء له علاقة بالبيت،
فكان الرجل إذا خرج من البيت الحرام وأراد وهو يخاف من الأذى أن يصيبه يأخذ لحم من شجر الحرم فيربطه على رقبته فيقلد نفسه هو رجاء أن يأمن من الأذى أن يصيبه. وكانت العرب تعظم هذا الأمر، وهذه من الآيات الظاهرة البينة. وإلا فإن هؤلاء العرب ما كان لهم دين يردعهم عن الأذى، ما كان لهم دين يردعهم عن أن يؤذوا غيرهم أو يتناولوا أحدا بأذى، لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم رهبة هذا البيت وتعظيمه، وزاد ذلك التعظيم بعد حادثة الفيل وما فعل الله عز وجل بأبرهة، فعظم الناس البيت تعظيما كبيرا، وعظموا بتعظيمه أهله أيضا. هذه إذن من الآيات البينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن لأن هذا البيت فيه هذه الآيات البينات الظاهرات ناسب الإشارة إلى أمر آخر هو من تعظيم البيت، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية هي الآية التي دلت على وجوب حج البيت الحرام من القرآن الكريم. ولأهل العلم كلام طويل في بيان معنى من استطاع إليه سبيلا، ومختصره ومداره على القدرة على الوصول إلى البيت الحرام، وكل بحسبه وبحاله، وإنما مدار هذا الأمر الذي يجمعه قدرته على الوصول إلى البيت الحرام بلا مشقة ظاهرة. ولذلك ورد عن السلف كثيرا أنهم قالوا: الزاد والراحلة. هذا ثم قال عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر بالله عز وجل فإن الله غني عن العالمين. ويحتمل أن يكون من كفر بوجوب الحج فإن الله غني عن العالمين، أو من كفر بنعمة الله التي ذكرها وأشار إليها في الآية الكريمة فإن الله غني عن العالمين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يقول الله عز وجل لنبيه: قل أيها النبي، مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، لما تجحدون بالحجج الظاهرة البينة التي قامت وظهرت لكم. ثم قال عز وجل: والله شهيد على ما تعملون، يعني كيف تكفرون ويوجد أمران يمنعانكم من الكفر بآيات الله؟ أولهما ظهور آيات الله، ظهورها لكم ظهورا بينا لا لبس فيه ولا غموض، هذا الأمر الأول. والثاني أن الله شهيد على ما تعملون، فالله رقيب عليكم، مطلع عليكم، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وكفى بذلك سببا يحمل المرء على أن يكف عن الكفر بآيات الله وتكذيبها والإعراض عنها، لأنه يعلم أن الله شهيد عليه مطلع عليه. ثم قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيضا يأمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب أهل الكتاب، يسألهم سؤال استفهام مضمن معنى الإنكار: لما تكفرون، لما تصدون عن سبيل الله؟ والصد المنع، الصد المنع. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ وقد خاطب الله عز وجل أهل الكتاب بذلك لأنهم كانوا من أعظم الصادين عن سبيل الله،
من أعظم من يصد الناس عن الاهتداء إلى الحق وقبوله والانقياد له. صدوا أولا بكفرهم وتكذيبهم، فإن أهل الكتاب كانوا أهل كتاب إلهي نزل عليهم، وكانت العرب تعظمهم وترى أن لهم فضلا بنزول الكتاب عليهم، ولذلك كانوا يسألونهم ويستفهمون منهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم رأوا منهم التكذيب. فإذا كذب أهل الكتاب فذلك مدعاة لشك العرب، وهم أمة أمية. بل إن أهل الكتاب لم يقتصروا على ذلك منهم، بل كما ورد في الآيات السابقة: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فكان أحدهم يؤمن في أول النهار يقول آمنت، فإذا جاء آخر النهار قال كفرت. فإذا رأى الناس ذلك قالوا إن هؤلاء أصحاب حق وطلاب هدى، بدليل أنهم آمنوا. فلما آمنوا واستبان لهم أن هذا الدين ليس بحق خرجوا منه. فهذا نوع من التلبيس وإرباك الناس، وهذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. من الصد عن سبيل الله شهادتهم الباطلة، لأن المشركين يسألونهم: أنحن عن الحق أم هم؟ أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال الله عز وجل: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يشهدون لكفار العرب أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أن أولئك كانوا أصحاب أوثان، يعني لا يلتقون مع أهل الكتاب في أي شيء، ومع ذلك يشهدون لهم شهادة زور أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه كلها صور من صور الصد عن سبيل الله. ولذلك قال عز وجل: تبغونها عوجا، يعني تبغون سبيل الله عوجا مائلا، مع أن الله عز وجل أنزل البينات وأنزل كتابه وأرسل الرسل لتكون الطريق الموصل إليه طريقة مستقيمة لا عوج فيها ولا أمتع. ولذلك قال عز وجل: وأنتم شهداء، يعني وأنتم تشهدون وتعلمون علما يقينيا أن هذا الدين الذي أنزل أن هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هو الكتاب الحق. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك: وما الله بغافل عما تعملون، يعني عملكم هذا الله مطلع عليه وعالم به عز وجل وسيجازيكم عليه. والحقيقة إن هذه الآية من أعظم ما يذم به كفرة أهل الكتاب، لأنهم ضلوا هم في أنفسهم عن الحق بعد أن بان لهم. ولم يكتفوا بذلك، بل صدوا الناس عن سبيل الله، فكان ضررهم يتعدى إلى غيرهم. وهذا من أعظم المنكرات، الصد عن سبيل الله عز وجل، لأن بعض الناس لا يكتفي بأن يعرضه عن الحق وأن يصد عنه وأن يبتعد عنه، بل يمنع الناس من قبوله ويمنع الناس من الانقياد إليه والدخول فيه. وهذه أعظم الجرائم التي قد يرتكبها الناس. ثم قال عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لما ذكر صد أهل الكتاب للناس، ناسب أن يذكر بعد ذلك ينبه المؤمنين على خطورة متابعة أهل الكتاب والانقياد لهم والسير في أهوائهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. الفريق المقصود به الجماعة من الذين أوتوا الكتاب، يردوكم، يعني يرجعوكم بعد إيمانكم، بعد الهداية يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني كافرين بالله عز وجل. وهذه الآيات العظيمة وما تلتها فيها كثير من المعاني التي تستحق الوقوف عندها وإطالة النظر فيها. وأختصر الكلام فيها بحسب ما يسعف به الوقت، فإن
هذه الآيات نزلت كما ورد في سبب النزول في شأن ما وقع من اليهود، وخصوصا شاس بن قيس، فإنه كان من كبار اليهود، دخل إلى مجلس الأنصار من الأوس والخزرج فجلس بينهم، وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج من ثارات قبل أن هداهم الله إلى الإسلام، كانت بينهم ثارات عظيمة، فلا زال بيئهم يحدثهم أخبارهم قبل الإسلام ويذكر ما لهؤلاء وما لهؤلاء، فاستجاش النفوس وأثار فيهم الحمية الجاهلية، فبدأت هذه الحمية بأن يذكر كل منهم، كل من الطائفتين، مآثر قومه، ثم زاد الأمر واتسع حتى تداعوا إلى حمية الجاهلية وتنادوا بها، فهذا يقول يا لثارات الخزرج، وذلك يقول يا لثارات الأوس، وتنادوا إلى السلاح. وانظروا خطورة الأمر، كيف بدأ الأمر بمجرد أحاديث وأخبار، فتنادوا إلى السلاح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما زال بهم يهدئهم ويعظهم حتى ألقوا سلاحهم، بل وبكوا، وكل منهم أخذ بأخيه يلتزمه ويعانقه. وانظروا يعني كيف قاد، وصل الأمر إلى هذا المستوى من الخلاف مع معرفتهم هم بالفضل والنعمة العظيمة التي تحصلت لهم بسبب الهداية إلى هذا الدين. ولذلك نزلت هذه الآيات التي تتضمن عتاباً للمؤمنين، وتتضمن أيضاً إرشاداً لهم وذكراً لفضل الله عليهم ومنته سبحانه وبحمده، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب، وتأملوا الحقيقة مبدأ العدل والإنصاف الذي تربينا عليه آيات القرآن الكريم، فقال الله عز وجل فريقاً من الذين أوتوا الكتاب، ما قال كل الذين أوتوا الكتاب بل فريقاً منهم، وهذا من العدل والإنصاف حتى مع المخالف، ونحن نستفيد من هذا أن نأخذ بالعدل والإنصاف مع المخالف لنا مهما كان مستوى خلافه لنا، حتى لو كان خلافه لنا في أصل الاعتقاد، فإن العدل قيمة مطلقة واجبة مع كل أحد، لا تختص بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، ولا أشخاص دون أشخاص، بل العدل مع البشر جميعاً واجب، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم من الكفر، وسبحان الله، يعني المسألة ليست مسألة عادية بل خطيرة جداً، أن الرد هنا أن الأثر الذي سيترتب على إطاعة الكافرين قد يصل إلى الارتداد عن الدين، وهذا أمر قد لفتت إليه آيات الكتاب أنظار المؤمنين، فقد أخبر عز وجل أن أهل الكتاب لن يرضوا عنا، يقول عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولذلك لا يزالون بنا حتى نخرج عن دين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، هذا استفهام مضمن معنى التعجب والإنكار، كيف يجوز للمؤمنين أن يرجعوا كفارا وهم يمتلكون أعظم سببين للهداية، وهما ما أشار إليه الآيات الكريمة، قال عز وجل وأنتم تتلى عليكم آيات الله، هذا هو السبب الأول، يتلى عليكم القرآن ويقرأ عليكم فيه الهدى والبيان والرشد، وقال عز وجل وفيكم رسوله، هذان السببان هما أعظم الأسباب للعصمة من الضلال، الكتاب والسنة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فهما أعظم العصمة من الضلال، وهما أعظم أسباب الهداية إلى سبيل الرشد، والله من تمسك بهما لن يضل أبدا ولن تضطرب به الأهواء مهما تكن.
وقال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من الاعتصام الاستمساك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا أمر أيضا مهم. صحيح أن وجود الكتاب والسنة أعظم أسباب الهداية والعصمة من الضلال، ولكن الأمر مع ذلك يحتاج إلى اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه. ولذلك لما بين أعظم أسباب الهداية أشار إلى الاعتصام بالله عز وجل. وهذا يلفت نظرنا إلى أن الإنسان وإن كان بيده سبب الهداية فقد يضل عنها وتتخطفه الأهواء. ولذلك كل إنسان بحاجة إلى أن يعتصم بالله، أن يلتجئ إليه عز وجل ويسأله العصمة والهداية والحفظ من أسباب الضلال. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته، وأصل التقوى من الوقاية، أصل التقوى من الوقاية. وتعددت عبارات السلف رحمهم الله في بيان حقيقة التقوى والمراد بها، ويجمع أقوالهم المتعددة المتنوعة يجمعها أن يحقق الإنسان التقوى بفعل ما أمره الله عز وجل، واجتناب ما نهى عنه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمرهم بالتقوى الحقة، التقوى التامة المطلقة له عز وجل، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد استشكل بعض المفسرين أمره عز وجل عباده بأن يتقوه حق تقاته، والتقوى حق التقوى هذه منزلة عالية لا يبلغها كل المؤمنين. ولذلك قال بعضهم إن الآية منسوخة بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والحقيقة إن القول بالنسخ هنا ليس واردا، لأن كل مؤمن وكل عبد لله مأمور بأن يتقي الله حق تقاته، ولكن هذه الحق التقوى مفسرة بأي شيء؟ بالاستطاعة، مفسرة بالاستطاعة. فمعنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم يبين لنا حقيقة التقوى، يعني أن تتقي الله حق تقاته على قدر استطاعتك. وإذا أمكن الجمع بين النصوص لم يصر إلى القول بالنسخ. ثم قال عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الله عز وجل ينهى عباده عن أن يموتوا على غير الإسلام. وهل أحد من المسلمين يختار أن يموت على غير الإسلام؟ كل مسلم يتمنى ويرجو الله أن يموت على الإسلام. ولكن النهي عن الموت على غير الإسلام نهي عن الأسباب المؤدية إلى أن تموت على غير الإسلام. فمن كان في حال حياته مطيعا لله عز وجل، معظما أوامره، مجتنبا نواهيه، فإنه قد أتى بالأسباب التي تجعله يموت على الإسلام فيختم له بخير. والذي يعيش حياته بعيدا عن أمر الله عز وجل، متعديا لحدوده، مرتكبا لنواهيه، فإنه قد أتى بالأسباب التي قد تؤدي به إلى الموت على غير الإسلام. ولذلك هذه الآية نهي عن كل الأسباب التي قد تؤدي بالإنسان في حال حياته إلى أن يموت على غير الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.